هذا وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن القوات الأمنية تمكنت في عملية مشتركة فجر اليوم من إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية، والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو بتاريخ الأول من يناير 2017، وذلك باستخدام قارب كان متجها إلى إيران. جاء ذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية. سوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها في وقت لاحق.